وهذا يتطلب ان السادة السكان بتوع اهل النوبة ان هم يتم تهجيرهم من هذه المنطقة. وطبعا اكيد عارفين برضو موضوع ابو سمبل والمعبد اللي هو اتفك، وكان الشمس بتتعامد على رمسيس فكان لازم ينقلوه في مكان تاني وتتعامد برضو عليه، لان كل المنطقة دي كانت هتغرق بسبب السد العالي. فلما هينفجر طبعا هذا الجبل وهيتم تغيير مجرى النيل. فكان يوسف شاهين في الوقت ده بيصور فيلم اسمه الناس والنيل، فيلم مهم جدا، وده اللي بيفسر لما هنروح قدام لحدوتة مصرية لما كانت ممثلة مش فاكر اسمها للأسف، أنا آسف جدا، بتقول له اعمل لنا بقى فيلم حلو يعني، فاوعى تعمل فيلم عن النوبة. اوعى تعمل فيلم عن النوبه. وليه لا؟ يا لهوي، عايزين فيلم شيك يا جدع. انت هو مره محطه ومره فلاحين ودلوقتي نوبه؟ ما العالم كله نسيهم. وانت اللي معلقين معاك نوبه ايه بعد زومه؟ لان الفيلم اللي عن النوبه ده تسبب في مشكله كبيره، اللي هو فيلم الناس والنيل، تسبب في مشكله كبيره جدا ليوسف شاهين، وهو عمل الحقيقه عمل مصيبه في هذا الفيلم، وهنروح هنشوف المصيبه اللي هو عملها دي مع بعض وانتوا تحكموا يعني. خلونا نشوف مشاهد من فيلم الناس والنيل مع بعض. الفيلم ده طبعا تم تصويره سنة 64، ولكن المفروض ان تم عرضه 68 ولكنه ما اتعرضش في سنة 68، وبعدين اتعرض تاني سنة 72. ايه القصة دي؟ الفيلم ده ليه معفرط كده وايه موضوعه؟ هنشوف مع بعض. مش عايز احرق لكم الموضوع، انا عايز اكتبه لكم واحدة واحدة كده. فاحنا هنفتح مع بعض نشوف بعض المشاهد. فيلم جميل جدا بقى، فيه الوثائقي وفيه الدرامي، ميكس غريب جدا وسابق عصره جدا. فيلم موجود على اليوتيوب، بس النسخة دي لازم تشوفوا النسخة دي. تمام، ادي القناة اللي رفعاه، لان في نسخة تانية من الفيلم ده هحكي لكم القصة بقى، بس بعد ما نشوف هنفهم ايه موضوع الفيلم ده. فده اسمه الناس والنيل. تمام، اوكي. I don't know what you are going to do, but I am going to bed. Wait for me. For 48 hours. At least. يلا محمود يلا. طبعا ده مهندس روسي جاي، طبعا الاتحاد السوفيتي طبعا كانوا شركاء معانا في مشروع السد، والمهندسين السوفيتيين كانوا معانا يدا بيد في هذا المشروع. وحتى في اليوم ده كان موجود كمان رئيس الاتحاد السوفيتي وقتها خروتشوف، عشان يدوس على الزرار مع عبد الناصر ويحوله مجرى النيل ويكيدوا الاعادي الامريكان. أليك، كلمت بلاتونوف على إنه يديني شغل. طبعا الفيلم جزء عربي وجزء روسي، بس الدبلجة دي أنا معرفش مين حطها بعدين، لأن في كذا نوع دبلجة في الفيلم للمشاهد المصري. هو الفيلم طبعا إنتاج مشترك بين مصر والاتحاد السوفيتي، وفي أجزاء منه متصورة في أسوان وأجزاء تانية منه متصورة في لينينجراد. هنشوف كل الحاجات دي مع بعض. وده وقته يا زويا. تعرف будет что вспомнить. Нагарда йому бай ам. طبعا ده موكب الرئيس الزعيم قائد الجيوش العربية، وهو جاي يفتتح ايه جاي إيه في يوم تحويل مجرى نهر النيل. خدني جنبك يا ريس فهمي وحياتي. حلو عني بقى، يلا. مين اللي بيقول له بقى خدني جنبك يا ريس فهمي؟ الله، ايه ده؟ هتعرفه دلوقتي. دي الفتيحه ما فيش مكان نتفرج منه الا في اكسبريس، الا في اكسبريس. ده المعلم مش شايفه حاجه خالص من هنا. بطلوا قر بقى، هتضيعوا الانفجار. والحيطه اللي قدامي ده، وعدتني يا طنط نكون جنب الريس. كيموا اديني حتى مش شايفاه. بصوا باقي ثواني على الانفجار. Thank you.
ازاي تبص لواحد زي ده؟ وازاي يجرأ هو ويبص لك؟ يا ماما يا ماما، يعني هو عمل ايه اكتر من انه بص لي؟ فيها حاجة دي؟ انت ناسي انك بنت اكبر واحد هنا في سن هبلة. حاضر يا ماما، هسمع كلامك. طبعا هنا من خلال السيناريو بتاع جو بنشوف ان لسه الطبقية ما انتهتش من مصر، يعني احنا بدلنا بس طبقة 0.5% بطبقة 5%، طبقة بقى الكبار الضباط والجيش والكلام ده كله. و فسبحان الله، يعني احنا المفروض كنا تخلصنا بقى من الحاجات دي اللي في العصر الملكي والعهد الملكي، لا لانها لسه مستمره. واللي هي بتبص له ده اسمه ايه في الفيلم؟ اسمه يحيى. وانا اعتقد ان بقى من 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 شخصيه يحيى دي قدر يوسف شاهين بقى ان هو ياخد الفكره بتاعت يحيى دي، هذه الروح المصريه اللي طالعه في الفيلم، ويبدا بقى فكره اسم يحيى ده يبدا يتطور، والفكره دي تقعد تتطور تتطور في جميع الافلام اللي بعده. وزميله في او مش زميله، كان في مهندس معاه في المشروع برضو اسمه علي، فعلي ده برضو اللي هو هنشوفه بعدين في الابن الضال كرمز للجيل بتاع عبد الناصر. وفي الفيلم ده برضو في اول بس خلينا ما احرقش، خلينا نكمل مشهد الانفجار بعدين ايه نكمل واحده يعيشها المواطن المصري في الوقت ده، وان هو يقدر يسير الطبيعه بقى بالكامل، عمل ناطحات السحاب وهنا فجر جبل الجرانيت. فدي كانت الحاله وقتها. وفي موقف مشهور برضو حصل بين يوسف شاهين وجمال عبد الناصر في اليوم ده، لان يوسف شاهين هو اللي كان بيصور هذا الحدث الوثائقي ده، المشهد عظيم جدا، ومصور برضو مراحل السد كلها في هذا الفيلم العظيم. فعبد الناصر المفروض هيدوس على الزرار، فهو عايز بقى يظبط الكاميرات ويلحق الموضوع، فراح اقتحم كده حوالين الرئيس وراح مخبط كده على ظهره، انتوا عارفين جيمي عريض المنكبين كده، وراح لا 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 لو سمحت ما تدوس على الزرار غير لما اقول لك. جمال كده اللي هو مين ده مين؟ ومن ساعتها هو طلع عليه اسم ايه؟ ابن المجنونه، اللي هو انت يعني. وطبعا الناس اللي حوالين جمال عبد الناصر اللي هو مسؤولي، اللي هو مين ده اساسا؟ دخل ازاي هنا؟ وازاي يقول للزعيم قائد الجيوش ده؟ طبعا كان معروف على ان هم برضو اختاروا مخرج هم عارفين، يوسف شاهين اللي عامل الناصر صلاح الدين اللي راح مثلنا في الاتحاد السوفيتي. فلما هنعمل انتاج مشترك مصري سوفيتي، فده احسن واحد بقى يتحكم في المجاميع زي ما عمل في صلاح الدين، تقدر تديله ميزانية ضخمة وتثق فيه ان هو يقدر يشتغل. راجل مين هيقدر يعمل يصور حدث زي ده غير يوسف شاهين؟ لكن هو بقى دخل وعمل بقى فيها مش عارف ايه. ويوسف شاهين هو اللي ادى الامر لجمال عبد الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي ان هم لما اقول لك اشاور لك تدوس على الزرار. فجمال عبد الناصر بيسمع كلام يوسف شاهين وبيدوس على الزرار. وهنا برضو نشوف قيمة يوسف شاهين، لان هو لما فكرة حدوتة مصرية، هو حدوتة مصرية، هو موجود في كل الاحداث المفصلية اللي حصلت في تاريخ الوطن بكاميرته، فهو شاهد على حاجات كتير جدا. الموضوع مش واحد بيعمل فيلم وقصة وبتاع، لا ده راجل مطحون في قلب الناس وقلب البلد. انفجر الجبل، في مشاهد هنا جميلة جدا لمراحل البناء. يحيى طبعا برضو خلينا نشوف مشاهد تانية. شوفوا المشهد ده يعني. الكل يخرج من الأنفاق، الكل يخرج من الأنفاق.
المهند السعد ده كان هيضحي بحياته. طبعا بقى ما تعرفش ده تمثيل ولا حقيقة، ازاي الراجل ده بيصور في موقع عمل كبير زي ده، ازاي الكاميرات محطوطة، ازاي بيوثق كل ده، انا مش عارف. حياته علشان زملائه. في يوم بعد الانتهاء من التفجير في الجبل، اذا بالصخور تنهار فجأة على اي حركة الانسان او عربية داخل النفق. وقف العربيات دي. شوفوا جمال النوبة، شوفوا تصويره للنوبة. ليلينغراد، النوبة، النوبة، ليلينغراد، حيث كان كل منهما طفلا ذات يوم، وإذا كل واحد منهما يسمع نداءات من بعيد، واختلطت أصوات الأمهات واختلطت الأسماء، أحدها من ليلينغراد نيكولاي، والآخر من النوبة براق. كما اختلطت مصائر روحين يمكن أن نعتبرهما إنسانا واحدا، براق نيكولاي، نيكولاي براق. خبيني انت فين يا ولد؟ طيب انت هربان من المدرسة، انا لازم اوريلك النهاردة. تمام. ده فيلم الناس والنيل اللي وثق فيه، هنرجع له تاني دلوقتي، اللي وثق فيه يوسف شاهين هذه المرحلة الحساسة جدا في تاريخ مصر. ولكن على الجانب الآخر من هذه الفرحة وهذا الانتشاء ببناء السد العالي وانتهاء أول مرحلة بنجاح، كان في مأساة تانية بتحصل، وهي مأساة تهجير أهل النوبة. للأسف اللي حصل من كذب وخداع للناس دول اعتقد ان هو هيفضل ذنب في رقبتنا يعني سنين طويلة جدا، لان الناس دي اتوعدوا ان هم هيروحوا مكان اسمه كومومبو. المكان ده هو الجنة الموعودة، في كل الخدمات اللي ممكن يحتاجوها، كل شيء، وبرضو قريب من النيل، وهو ده المطلوب، ان هم هيضحوا عشان خاطر البلد كلها، وهم اول ناس واكتر ناس كمان هيستفيدوا من هذا الموضوع. واذا بالناس دي اتكلفت و تتهجر ويتضحك عليهم بعد ما وروا لهم المخططات والرسومات والمجسمات علشان يصدقوا الكتبة ويروحوا في كومومبو دي ويكتشفوا الصعقة ان هم اترموا وسط الصحراء في مكان اساسا معزول، مكان اساسا كان بيعيش فيه قطاع الطرق والمجرمين والناس اللي بتنزل تسرق وتعمل، كانت صدمة رهيبة جدا جدا جدا. فهي دي بقى المشكلة اللي وقع فيها يوسف شاهين، بس انا مش هقول لكم ازاي غير لما الاول احنا بنفسنا نختبر هذا الشعور بتاع المواطن النوبي اللي اتضحك عليه بهذه الطريقة، وحس ان هو يعني على حد قول رواية جبل الكحل دي، رواية انا جايبها لكم، رواية يعني قتلتني اليومين اللي فاتوا دول، وهي بتحكي عن موضوع التهجير ده، يوميات لمواطن نوبي الطلب منه كده ان هو يلا امشي ومشي، وبيسجل يومياته كل المراحل بقى بتاعت التهجير دي لحد ما وصلوا وخدوا الصدمة بتاعت كومومبو دي. فخلينا هنا نبص كده، هنفتح لكم دلوقتي الكاميرا نقرأ كده شوية من الرواية دي. الراجل مش عارف ايه الجمال ده وايه الكلام اللي بيرسم لك الصورة ازاي، وحاجة جميلة. الفنان التشكيلي يحيى مختار، خلينا نفتح لكم وكده وايه ونقرا مع بعض هذه المأساة، وهنشوف ازاي بقى المأساة دي هي اللي ودت يوسف شاهين ورا الشمس، لان يعني احنا في الاخر بنتكلم عن يوسف شاهين، فكل حاجه لازم تكون مربوطه بيه في الاخر. بس الاهم من يوسف شاهين ان احنا نعرف كمان احنا اخطأنا ايه، وان احنا ايه الجرائم اللي احنا كمجتمع ارتكبناها او جهلناها وسكتنا عليها، والناس اللي ضحت عشان خاطرنا. يعني بيقولك اليوم قدم لي خالي كتيبا حصل عليه من العمدة مكي زين الدين. خلي بالك بقى ان انت برضو هتلاقي ان هي ده الرواية دي هي يعتبر ايه شبيهة جدا بفيلم الارض، لان برضو الناس دي تم تهجيرهم من ارضها، فاحنا هنربط كل الحاجات دي ببعض. العمدة مكي زين الدين اخرجه من ظرف فيه عناية، نظرات عينيه وتعبيرات وجهه تضيء بالارتياح والثقة. الكتيب صادر عن ادارة المعلومات بالعلاقات العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، الغلاف بثلاث الوان اسود وبني واخضر، ويحمل علامه النسر يعني والاتحاد الاشتراكي. كتب العنوان بخط كبير، دقت ساعه الرحيل الى النوبه الجديده. شوفوا الشعرات.
تذكرت هنا بسخرية كده، تذكرت دقة ساعة العمل الثوري اللي هي كانت بتتقال ايه في الخمسينات، تحت العنوان رسم رسم لرجل وامرأة وابنهما كرمز للأسرة النوبية. الثلاثة يبتسمون، الوجوه ليست نوبية، ملامحهم أفريقية زنجية خالصة، الشفاء الغليظة والأنوف الفطساء وباقي مساحة الغلاف رسوم لنماذج البيوت النوبية الجديدة في كومومبو، تصور لقرية نوبية نموذجية حديثة، مدرسة ومصنع وجامع ومستشفى، خضرة يانعة تحيط بكل ذلك. زر خالي عينيه الخرزيتين ناظرا نحوي وقال اقرأ ستجد كلاما جميلا. شوفوا الايه الحلم اللي بيتبني للناس دول. طلعتني في الصفحة الثالثة الآية الكريمة، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. شوفوا استغلال الدين في الضحك على الناس. ولسه لسه لسه أثارني الاستهلال واستوقفتني المقارنة طويلا. عقبت الآية عبارة جازمة، أنتم على موعد مع السعادة والرخاء في النوبة الجديدة. الصفحة الخامسة طلعتني سورة الزعيم ومقتطف من خطابه الذي ألقاه علينا في المعبد في 10 يناير 1960. خلينا نسمع الخطاب ده ونرجع تاني نكمل قراية في الكتاب. على الحجاز وبالفعل فيلم وثائقي اسمه نفرتاري تصر على البقاء، فيلم يعني جميل جدا. إلى أن قرر جمال عبد الناصر بناء السد العالي في ستينات القرن الماضي لإنقاذ مصر من خطر الفيضانات والاستفادة من النيل بتخزين المية ببحيرة ناصر، وده كان بيستلزم تهجير النوبيين من قراهم القديمة قبل تحويل مجرى النيل في 22 يوليو 1964 وإغراق المنطقة. إخواني أهالي النوبة، أنا سعيد لوجودي بينكم في بلدكم. السد العالي لن يعطي الخيرات للشمال فقط وتحرموا أنتم من هذه الخيرات، لأن خيرات السد العالي هي لأبناء الوطن جميعا. شوفوا الكذب عشان تشوفوا اللي هيحصل في الآخر، هتتصدموا. وأحب أن أقول لكم أننا ونحن نبحث السد العالي إنما نبحث أيضا في خيركم وفي مستقبلكم كما نبحث في النتائج التي ستترتب على السد العالي. اسمع الأغاني اللي تغنت بالنوبي لجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر في الخلفية. عبد الناصر شكري يا قروت لي طبل اخويا طبل براحتك، هتشوف اللي هيحصل في الاخر. نرجع تاني للكتاب. طبعا مش ممكن جمال الصوره في هذه الروايه لتوصيف مشاهد الرحيل. بالامس 21 مارس 64 تم تهجير نصف اهالي القريه، خلت نجوع الاغاسينيه والخليليه والبستان واشياركي والجنينه 8 صنادل رست تباعا تكدس الناس وحاجياتهم في 7 صنادل وخصص الثامن للبهائم. هي نفسها الصنادل التي كانت تنقل فيها الماشية من السودان والصومال إلى أسوان. يعني طبعا ما تنقلوش بطريقة كريمة، اتنقلوا في اسمها البوستة أو الصندل ده اللي هم كانوا بيسموه البوستة، هنا في الكتاب مكتوب الصندل باللغة الحديثة. المعديات دي اللي كانت بتيجي شايلة البهائم هي اللي خصصوها ليهم عشان يروحوا كومومبو. فتخيل بقى الإهانة، بس معلش احنا رايحين الجنة فمش مشكلة نتعب شوية. كان يوما عصيبا لم استطع حرف كتابة حرف واحد آخر النهار كما اعتدت. الوداع كان حارا ومؤلما، اتسكبت الدموع وهاجت المشاعر وجاشت النفوس بالحزن وأجهش الكبار في بكاء مكتوم. وعادت الكلاب، عمل هنا رسم في الرواية دي للكلاب صورة تحفة. وعادت الكلاب لتثير انتباهي له. بدأ الكلاب حاسه، بيقول لك الكلاب حاسه ان في حاجه غلط. وجدت تفسيره بالامس فقد جن جنونها وهي ترى الاهل يتركونها ويستقلون الصنادل الراحلين. كانت تمسك بكل منهم الكلاب وتمنعه تماما من ان يتحرك، تشب حتى الاكتاف على قوائمها الخلفيه وتضع اقدامها الاماميه على اكتاف اسيادها وتخرج السنتها وتلعق الوجوه. انحدرت الدموع والايدي تحاول ابعادها، صارت خلفهم. طبعا هم انت الكلاب دي كانت بترعى الحيوانات بتاعتهم من الديابة، ف
هم حاسين هنا. شوف عقدة الذنب اللي حس بيها هذا الإنسان النوبي حتى من قدام الكلاب، الكلاب دي كلها هتغرق وهتموت، فهم حاسين ان هم سايبينها لمصير الموت. ده غير كمان ان في الكرة دي غير انها فيها ذكريات اللي انت بقى اتولدت فيها ولعبت فيها وكل الحاجات الحلوة دي، انت كمان جدودك وابوك وامك مدفونين في الكرة دي، لان كان في مقابر برضو هتغمر بالماء، فانت سايب كل ده بقى. طبعا الناس الكبيرة ما كانتش متحمسة للموضوع ده، بل بالعكس تماما، لكن الشباب بقى وبتاع عايزين بقى نلتحق بالمجتمع العمراني والمدنية والب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 
منعهم. طبعا الكلاب دي احسن من 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 100 بني ادم ضحك على الناس دي. منعت بعصا غليظه يمسكها عامل بالصندل يقف على السقاله. كلاب نزلت الميه وعامت غرق بعضها، والتي اثرت السلامه ياسا عادت تنتفض من معاينتها الموت لتنتظر موتا حتميا مؤجلا الى حين. شوف بقى هنا، وهل يا ترى تساءلت احدائها قائله لما نتمسك الكلاب. شوف هو بيفكر بضمير الكلاب، شوف الانسانيه لحد فين. لما نتمسك بهم ونمنعهم ان يتركونا وهم يغدرون بنا؟ ما غدرنا بهم قط؟ هل فعلا هذه هي حقيقه الانسان؟ الكلب بيسال نفسه. بننزل تحت، بيكمل لنا الروائي هذه الصوره الجميله. زاد الطين بلة ما قاله ابراهيم حمدون عن الدور الجديده، وكيف انها بيوت كالعلب، اسمنت وحجاره صغيره وقبيحه واطئه وشكلها مقبض، وفوق ذلك فهي بعيده عن النهر. طبعا هم كانوا ايه رايحين يعني هم كانوا عمالين يسمعوا الاخبار وهم رايحين في الرحله. فشوفوا بقى هنا تعليق الراجل اللي هو الخال الكبير ده اللي كان ماسك الكتيب اللي كنا بنقراه من شويه، حاجه في منتهى تقطيع القلب. قام فجاه واخرج من صدراته المظروف الذي يحتفظ فيه بعنايه بالغه بكتيب وزاره الشؤون، نزع المظروف ومزق الكتيب والقى بالنثار في النيل وهو يدمدم: مهاجرون وانصار؟ اين الانصار؟ بين الانصار؟ نظر الينا بعد ان جلس، عيناه لم يكن يطل منها احساس من ظلم، كان ادراكا فاجعا بالخداع. خدعه الذين ادعوا انهم الانصار. الظلم رغم انه ظلم، شوفوا الحته دي بقى، الظلم رغم انه ظلم فهو اكرم للمظلوم من مهانه المخدوع الذي ضرب على افاه وركلت خلفيته بالمركوب. الخداع لا يستمر طويلا، هذا امر معروف، كان حصاد الدعايه الكاذبه الصاخبه. همهم نور جاسر بكلمات عن خطا عدم اشراكنا او سؤالنا فيما يخصنا، السؤال اللي احنا لحد دلوقتي بنساله: ليه المواطن لا يشترك في اي شيء؟ الكلام ده سنه 64، لو فعلوا لكانت النتائج مختلفه وكنا سنرضى حتى ولو حصلنا على اقل من حقوقنا. ليه بتكذبوا؟ وصاح صوت، شوف بقى العقليات اللي لما بيقول له لو قالوا لو تفتح عمل الشيطان، ما تقولش لو، حرام يعني. فطبعا التاني واحد تاني رد عليه قال له: أوليس هذا فعل شياطين؟ احتدم الحديث وتوتر وبدأ الحنق في العيون وفي نبرات الأصوات حتى ارتفع صوت خالي ليصمت الجميع. شوف السؤال الجميل اللي هيطرحه خاله: هل الحكومة من الضعف بحيث تخدع الضعفاء الذين لا يملكون تجاهها إلا القبول بما تقرر؟ يعني أنا ما فيش حاجة أصلا في إيدي أن أنا أقبل ولا ما أقبلش، ليه بقى تضحك عليا؟ طب ما تقولي لماذا لم يكونوا صرحاء صادقين جديرين بمعنى الحكومة؟ شوفوا البلاغة، وأنه لو قالوا لنا لن نعطيكم أكثر مما قدرناه لكم، وأننا لن نستطيع أن نبني لكم دورا أفضل من هذه الدور، وهذه مقدرتنا وأعباء الدولة كثيرة، ولم يكلفوا أنفسهم عناء رسم دور وتصميم مجسدات ولا وجود لها ليخدعونا بها، كنا سنفهم وسنقبل، وكنا سنشعر بعظمة تضحياتنا، لم نكن لنمن على وطننا، وحتى هذا الشعور استكثروه علينا. وبعدين الرجل يكمل يروح يقول ايه بقى؟ شوفوا فاكرين حلقة الكافكيزم لما 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 الإنسان بيفقد الأمل وكل حس ان هو في متاهة وان هو اتضحك عليه وان هو قليل الحيلة؟ ان الخلاصة التي خرجت بها من عمر الطويل أن الشر هو أساس الوجود. آدي الكافكيزم، آدي الفلسفة التشاؤمية اللي كنا بنتكلم عنها في العالم كله. شوف آدي اهو بنقابلها بالصدفة في النوبة. شوفوا بقى الكلام اللي يوجع القلب: كلكم تعلمون تاريخ هذه البلاد، دهور وهي مهروسة، اللي يقولك مصر المحروسة دي مهروسة يا ابني، دهور وهي مهروسة من الجنوب والشمال، جيوش صاعدة وأخرى هابطة، أوبئة يجلبها الإنجليز والخزان، الخزان
لان كانت حصل كان لما كان الخديوي اسماعيل عايز يجمل القاهره برضو ومش عارف ايه، فعلى الخزان فهم برضو اتفشخوا. وندمر بايدينا محاصيلنا تنفيذا لاوامر الانجليز ايضا حتى لا تكون مؤونه لجيش الدراويش المحاصرين عطشا وجوعا في صحراء تشكى. طبعا هنا الجمله دي مؤلمه جدا. ليه؟ لان هو بيرسم لك الصوره بتاعت انت الانجليز بيامروك تدمر المحاصيل بتاعتك عشان جيش تاني اساسا محاصر وميت من العطش ما ياخدهاش. والجيش ده فين؟ في توشكا اللي هي تبقى نصبايا جديده في عهد حسني مبارك برضو ما بنتعلمش. اتراك هاربون من الشمال يسرقون كل شيء، الارض والنساء والامان، بلادنا ممر سحقنا فيه. لا اجدف ولا اكفر، وانا رجل دين او رجل دين عندما اقول ان الشر هنا هو المقيم الابدي، والخير ان جاء اما كذبه او هو زائر عابر خفيف لا مقعدة له. لا عدالة حقيقية على الأرض ولو انطبقت السماء عليها. ديننا يقول ويستحثنا أن نسعى إليها ونعمل لها جاهدين. يا جماعة الراجل ده جاب البلاغة دي منين؟ وجاب الفلسفة دي منين؟ وأن نمنع الظلم والشر ونجاهد ضدهما ما وسعنا الجهاد، ولكننا قط لسنا بالغي العدالة. نحن أبناء قابيل قاتل أخيه، نحن أبناء آدم الذي عصى ربه. كان يتكلم وصوته يتهدج، ازداد انفعاله عندما لاحظ نظرات الاشفاق تحيطه. لم يكن قويا مستجمعا كل طاقته مثلما تخيل بقى تبقى راجل في السن ده وتتبهدل كده ويضحك عليك بالشكل ده وتتهان بالطريقه دي وتبقى قدام الناس كده كنت مصدق العوض ده وفي الاخر تبقى مش عارف تعمل ايه. سبحان الله ونعم الوكيل. طبعا نرجع تاني للناس والنيل ونكتشف بقى المصيبه اللي عملها يوسف شاهين، انه من خلال فيلم الناس والنيل الانتاج المشترك بين الدولة المصرية والحكومة السوفيتية بيوثق موضوع تهجير النوبة ده بمنتهى المأساوية. ففعلا عبد الناصر لما قال عليه ابن المجنونة واضح، انا اسف يا جو الله يرحمك، انه كان عنده حق. المية اللي هتغرق بلاد النوبة بس جتعنا النخل بلاش. ونوبة 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 السلام جي ونوبة ونوبة. ارجعوا ارجعوا، مفيش حاجة تغرق بلاد النوبة. انتوا لسه بتصدقوا الحكومة؟ مصر ليها 1000 سنة والنوبة عمرها 5000 سنة. 5000 سنة لا يمكن تغرق. ايبورنا قد جبك في اللاري ونوبة ايطلو سيرجي سابوركي. فاتوا فاتوا هرسمي كده برضو يا بلاد النوبة. يا خسارة يا خسارة، روحوا مطرح ما تروحوا، أنا مش منقول من جنب عم عثمان وعدام أجدادنا. كارثة، وياريته اكتفى بقى بكده. لا، يعمل ايه بقى هذا الفاجر الداعر يوسف شاهين؟ شوفوا بقى نمشي كده قدام واحدة 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 في المشهد الكارثة ده. طبعا ده واحد قاعد على النهر بعد ما البلد كلها غرقت، ده مرض اللي هو كان بيقول انا مش ايه انا مش همشي واسيب البلد. فالبلد كلها غرقت، فاضطر ان هو ايه معاه الحمار بتاعه، هيروح بقى فين؟ هيروح على كومومبو المكان الجديد اللي هم راحوه. هشوف يوسف شاهين مجرم. ايه رايك تيجي نروح نشوف محمد عامل ايه في كومومبو عشان تقابل كل الحمير اللي زيك اللي ريدي يهاجروا عشان يبنوا حته سد؟ انا طبعا ده كفر عهد جمال عبد الناصر انك تقول حتة سد. يا نهار اسود منيل، تعال نروح عشان نقابل الحمير اللي زيك اللي رديوا يسيبوا ارضهم عشان يبنوا حتة سد. طبعا ده في عهد جمال عبد الناصر كفر. السد ده اعظم حاجة اتعملت، ده اعظم الاهرامات. نفسي مش منقول الا اذا نقلوا الباب كله طوبة طوبة زي ما بينقلوا ابو سنبل بالمكان، ينقلوا الباب بتاعنا باللي فوقه واللي تحته بمواشيه ورجالته
توبة توبة. بلادنا كله ما يجيش توبة واحدة من دول. السلام عليكم. عليكم السلام. فين المعبين حطوهم؟ وين الغضان ده على طول؟ عند المباني البيضة البعيدة اللي هناك. خدت بالكم برضو من النقد بتاع ما انتوا نقلتوا للمعبد، ولا عشان المعبد تبع اليونسكو والمهندسين بقى اللي من بره وجم انقذوه كان هيغرق هو كمان؟ ما هو يلا ما هو نبلط المعبد مثلا ولا حاجه عادي مش مشكله، لكن كل ده في الفيلم الانتاج المشترك. بس متخيلين يا جماعه يوسف شاهين ده مجنون ازاي؟ دي توماس، وبعد توماس ايه؟ في غيطان، وبعد الغيطان بلانه، وبعديها غيطان، وبعدين ابو سنبل. لا دي مش ابو سنبل، ابو سنبل ورق هيفضل ورق. ازيك يا عم مراد؟ طب مالكم فلاحين في اخر الزمن؟ والله فلاحين مالهم؟ الحمد لله احنا عندنا ارض كتير ومبسوطين. مالحمين كمان مبسوطين. هو في بركه في زراعه المكن؟ والله البركه ما تيجي الا الفلاح لما يديب بايده في الارض ويزرع نخيل تروح له الفلاح والبركه. ها 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 ها، هو دي النيل بتاعكم؟ امال زنزانة محمد فين؟ هناك. قولوا بيقولهم هو ده النيل بتاعكم، امال زنزانة محمد فين؟ ما قالش بيت، ما قالش زنزانة. ايه يا محمد انت هنا مبسوط؟ مبسوط مبسوط، مش مبسوط مبسوط. شوف يا اخي البيوت عامل ايه؟ كله شكل واحد. زي بتوع الجيش ده، حتى ايد الواحد فيه الكبير وفيه الصغير، لكن كله كويس. ربنا يخلي الريس وثورة الريس، ثورتنا ثورتنا يستاهل الواحد يغني له. خد التلاتة جنيه اللي عليا. ها عاملين في بلدنا وفي قال ايه سينما. قالوا لهم يبقى في سينما. انا شوف شوف التصوير، شوف نيكولاي نيكولاي ده. انا يعني انا راجل مهندس، لما باجي مثلا ايه عايز اخد صوره ولا اصور حاجه وانا واقف في الموقع، اللي هو بنبني فيلا مثلا، بنبني عماره، بنبني حاجه اللي هو مش سد العالي، راح بيبقى خايف هو ماسك الموبايل في ايده حاجه تقع عليه، يقع يدوس في حاجه، حاجه تتكسر، الموبايل يقع. ده ازاي بيصور في موقع عمل بهذا الشكل؟ كاميرات بيحطها ازاي؟ ازاي بيطلع الكادر متوازن بالشكل ده؟ ايه ده؟ طبعا برضو في مشاهد لبراك ده قبل ما يجي اسوان كانت حلوه قوي، يعني يشوف اهل بقى النوبه وهم بيتناقشوا مع بعضهم على موضوع التهجير ده قبل ما يهاجروا. هيكون في قريه في كومومبو، هيكون في ترعه واسعه، وهيكون في وحده صحيه في كل قريه. هيكون في ترعة، هيكون في بيوت جديده، هيكون في اراضي واسعه، هيكون في وحده صحيه كله. ها ها ها، وحده صحيه نعمل بيها ايه؟ انا عمري 92 سنه ما روحتش للدكتور ولا مره واحده. اما عثمان لما قالوا مغص مات والدكتور لسه بيجد في وسط النيل. اسكت يا ولد، اما عثمان مات عشان ربنا عاوز يموته، وهنعمل ايه في عم عثمان والميتين بتوعنا؟ نسيبهم يغرقوا؟ براك لا يمكن يروح يساعدهم يغرقونا. بس يا عمي ده مكتوب له في الجواب انهم خلاص عينوه في السد ومش معقول ما يروحش. ازاي ولدي ولدي عندي الميه اللي تغرق بلد ابوه وجده؟ انا هروح بنفسي للريس. على كل حال انا لسه ما روحش اسوان يا جدي، ده جواب بيقول لي تعالى وممكن ما روحش. ازاي ما تروحش يا ولد؟ انت قررت شيء لابد انك تنفذه، واذا عزمت فتوكل، يمكن الشغل في السد العالي خليك تندم على اهمالك في الدراسه. تكرسيها ليه؟ شوف بقى يعني السذاجه الممتزجه بالطيبه، الممتزجه بالحب، الممتزجه بالكل، يعني شيء رهيب يعني. طيب ايه بقى اللي حصل؟ ازاي بقى الكارثة دي ازاي طلعت؟ خلينا بقى ايه نشوف يوسف شاهين هو اللي يحكي لنا على المصيبة اللي هو عملها. اول ستوري ان انا عملت الفيلم زي ما انا حس، والستايل كان جديد شوية يعني بين التسجيلي وبين الروائي.
مركب الاثنين مع بعض وعملت الفيلم زي ما انا حاسس. وكنت حابه جدا طبعا عشان ده حاجه كنت بتمناها طول حياتي. انا كنت ساكن على البحر، نبص نلاقي البحر بقى بني، ففي ناس تفوت، الناس يعني الرقيقه شويه تقول يخي النيل وسخ لنا البحر. والدي كان له نظر ثانيه، كان بيقول مش حرام ان ميه النيل تنزل في البحر بدل ما نزرع بيها. عرفتوا بقى ليه احنا بدانا من سنه 36 السلسله دي؟ عشان زي ما قلنا احنا، هو الراجل ده واي حد في الدنيا طفولته واللي كان بيسمعه من ابوه والحاجات دي كلها هي اللي بتحركه. ف ادي النتيجه. فحكايه امنيه السد العالي دي كانت موجوده فينا من زمان واحنا صغيرين، وطبعا كنت بعمله بحب شديد جدا جدا جدا. دي كانت الفتره بقى اللي حوالين عبد الناصر، كل واحد ابتدى يبقى ايه يتمكن على كرسيه. جينا بقى نعرض للاساتذه اللي هنا وفي الاتحاد السوفيتي، يعني الاقفال موجوده في العالم كله الحمد لله. فعملوا لي كوميتي، مش كوميتي، وقاعدين رجل على رجل، واحد يقول لي يلا انت طلعت النوبه جميله جدا. ده في الاتحاد السوفيتي. ما تطلع لنا الشارع اللي موجود كاليدينسكي ولا ما اعرفش ايه. قلت له طب ايه اللي دخل الشارع في المدمة؟ يعني ما فيش داعي بقى. قال لي طب واحد يتكلم بالتليفون من الشارع ونوري الشارع. قلت له طب مش مكتوب في السيناريو او ما فيش احساس او ما فيش مطرح ان نجيب واحد بيتكلم بالتليفون من الشارع النظيف بتاعك؟ فقالوا طب يبقى الفيلم صعب ان احنا نطلعه كده. طيب جينا في مصر،